نبقى حازة وانا الرجل السيد المستشار المحترم، انا بعض الناس كيبغاو هادشي وبعض الناس ما كيجيش معاه ماشي، ولكن الله يخليك شنو نديرو مع هاد الناس؟ أجل الله خليكم ما لاحظتوشي واحد القضية فهاد المدينة عبد الحمد أخو رجل عايم على إمام الطابع عنده 10 سنين يطلق بشي مدينة ما قايمش ليها ربه أحشم الله يا ودي السياسي يقول الناس العقلاء باش يأكلوا الناس ويهدوا مع الناس والعيلة عنده شي تحت راسو الله يا ودي أجل أخو اللي عندهم يقول لك شي 100 درهم أحسن الله يا ودي رزينا عريضونا الله يا ودي شنو مكرر افضحتونا صاحبي بهذا البلاد حشومة شوف الله يخليكم في الاكل اللي يكون حنا عندنا بلاد سياحية خاصكم تطلبوا معنا الشاون ما عندها طواليت ولا ناء ولا باب السوق اخو اللي يوقف الباب السوق الاجنبي والمغربي يطلع من المقابل يقول لنا العائلة ديالنا كاين شي حاجة لا أسناسنا ردوا فيها الحمير الله يا ودي نبقوا شي حصة وكراسي كلشو حنا السياحيين نبقاو لنا الحمير ويطعموا فيها بالغلا الله يا ودي التفاحة باش يجيب السياحة والهقية التفاحة باش يجيب السياحة باش يجيب السياحة والهقية التفاحة باش يجيب السياحة ولكن الله خليكم انا في واحد العينينا ديال سياسي كبير الشعور كبير اسمع انا ما كنخافش انا جبت لك مجاهد وانا مجاهد بدون مقابل واشغل ارتاح ارتاح صاروا واصي وكيفاه اشغل ارتاح ارتاح صاروا واصي وكيفاه اشغل ارتاح ارتاح صاروا واصي وكيفاه اشغل ارتاح ارتاح أجي إلى خلف الجمال هل شي مناضي هنا عنده غيرة لا بد من مرحبا كما كلمة مرحبا إلى عنده غيرة على البلاد فيجب بسم الله أجل 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 واسرف مالي خفصي لمرعوم يمشي واسرف مالي خفصي لمرعوم يمشي واسرف مالي خفصي السلام عليكم أنا أتكلم على الشباب الشباب اللي قلبوا جمهور الحمد للقاره الشعبيه والعداله ما شفنا والو من والو انا من سكينه فاوزين كتعرفوا فاوزين كتعرفوا فاوزين كامله وعين حاوزين الغبار حتى هما منضمين الشاون ولكن الحاله ديالنا حاي 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 بالكلام ولكن ما شفتش منا حتى والو كاينه ولا ما كايناش الا بغيت الاصلاح من دابا فوق صوتوا على الحركة الديمقراطية شريف العبدي تحية لكم وقفوا مع الله يرحم والديكم صوتوا على النخلة صوتوا على النخلة هذا أنا ماشي بحال هذا أنا اللي كنتشوفوه من 5 سنين هذا واخا ما يجيش عندكم الحكومة ديالكم فالقهوة تبغوهم ماشي بحال هذوك اللي كيوريكم وجاهم من 5 سنين 5 سنين دخلاوي دخلاوي شريف
ديما في القرايه نخلاوي نخلاوي شرف ديما في القرايه نخلاوي نخلاوي شرف ديما في القرايه بالعالي انا ماشي ديك بعد السرف ما خطر علينا بالحق الحمد لله جديك مجاهد ما نقفش واسمع السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وكنشكركم على الحب الوطني في قلبكم والناس اللي جاونا كغيروا على الوطن ديالهم وعلى المقدسة ديالهم وحنا العام وحنا العشرة الملك محمد السادس نصر الله لا علاقة بشيء آخر هذه الأحزاب كيشوفوا الدراويش مالي كيدوز المرأة تدخل للدار أنا لا هذا حق في النبي حجة كرسكان الله يا ولد انا قتلنا ما شو ما قول احنا الله نادى منكر نسي صوته بالسكر الله نادى منكر نسي صوته بالسكر الله نادى منكر نسي صوته بالسكر يا نزيدو هو خفيفي هو زعما شي من الناس تقصحوا ولا ما خصش نقصح عليهم الحمد لله قصح اشرف اشرف قصح قصح احنا حتى نصبح اشرف قصح قصح احنا جالسين حتى نصبح اشرف قصح قصح احنا جالسين حتى نصبح اسيدي اولا المدينه تمشي تشاور عندنا الشباب 10 سنين في المسكين داروا لنا العام اسيدي لابسين فراس الاسماء دخلوا كيخلصوا البرصه باش بحالهم من تم رجعوا وبيان باش نصبحوا عندنا بشبوة بشبوة مين شحال الله يهودي أنا أسمي الناس من عندي وبيسير في أسماء وتروبا بلا ما وبيسير في أسماء وتروبا بلا ما وبيسير في أسماء وتروبا بلا ما لا بسني لا ابن حق الله دي معرفة ليش تشكروا لي أنا السلام وخر وطينا سنين شغلنا الشغلات البلد السياحة والأجانب والمغرب ما عندنا تا باركي شكيما زعما هذا الشغل المغرب لا يمشيو لقوها ديال طنجة وكدوان وطربينا حنا ما يديرو والو الباركي مسوق السياحة السيارة اللي بقاو من السقف الشارع معناتها ما يدوزوه وهذا من الأجانب أعرف على الله فين كاين لباس باركي وقف الصفة السيارة راجل درويش وانا غادي نزق دمكم بدون قليل بدون درهم انا حزقت حالي معكم زيدوا سبينا القدر كامل ما عندنا حتى درهم سبينا القدر كامل ما عندنا حتى درهم والله يخليك زيدوا عاود شو حزقنا نعم سيدي حنا خدمنا واحد القضيه في الشوال عاش المسلمين ديالنا رانا مساكنين تنديرو شي فلوس كيفاش اللي غادي يكبر البحر دابا حنا اجتمعنا مع شي ناس الحوت قال لك شي مسلم اللي غنديرو 8 درهم قلت له زاد قلت له زاد على الدوش اش هي عندنا اشرف الشباب اولي الحوت باش يقلنا من الموت اشرف الشباب اولي الحوت باش يقلنا من الموت اسيدي جمال بتكون اجي غادي على ما تهضرتو تدخل في المسائل ديال الكهرباء علاش طلعونا في الاول ثلاث اشهر في الاخر ردوا لنا شهر هاد الناس اخونا يخدم خيشه السيمه عنده اسره سبعه الناس وبما قلتو انت في شهر كان الضو كان الخبز كان الحمام كان بدا الله يعطيك واش الشومه هذا راه عار على البلاد صبروا بها ما كاين شي ما كاينش شي ساعه في الدرنيه كاينه القمره ما كاين والو وانا كان ما كنقلش اش دابا خلي فيا دابا ما نقلش شنو هاد يا سيدي والله واد دراج اخر اخر مسكين عواز مرا بدا جاش على الدار الاداره
خصكم واحد القضيه. كاين عندنا عصابات في الضو، عصابات كاين بعض الدراويش ساكن يموت في الضو، كاين الناس اللي عندهم عائلتهم في الاداره الضو ما كيحرص والو، هو كيجلس في القهوه ويسرجل لهم عطيه الكلي. علاش؟ علاش؟ علاش انتم علاش؟ الشرق الشرق انا ما خرجت معاكم مباشره بالمظاهره ديا. انا مستعد ماشي باش نتخدع نخدع من الان، لا 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 يقتلوني عزيزي. صافي انا خاسر. ها؟ وين بغيتو؟ شرف الاولى وحنا موراه حتى الجنه ان شاء الله. شرف الاولى وحنا موراه حتى الجنه ان شاء الله. شرف الاولى وحنا موراه حتى الجنه ان شاء الله. شرف الاولى وحنا موراه حتى البلديه ان شاء الله. اسمحوا لي كاين كاين اللاعب في المجلس البلدي وانا بعض المسؤولين كيكتبوا على المواضيع. انا مش لعب الليل، انا مش صادق بين قبل الانتخابات. شنو يدوخوا يقول والله العظيم الا ندخل في البلديه راح ندخل في العماله راح ندخل في السفن باش ندخل في الصين اسمع امين شو مسافرين ياكلوا ديك الانتخابات القيس عهد القوس بنتنا. الله يا ولدي الله يا ولدي الله يا ولدي اش كتبوا على الدراويش علاش؟ اش بصراحه ستوا الدراب الناس خارجين هنايا وكانت عندهم عليا حشومه وما شبروا في السياره كانت تنعدم رافضه بيضاء رافضه وجع اجي انت هي طلعه بها الشاون الشاون هي اللي خلاك تصبر باش تدوز على الناس بروايه انت تدوز عليها بروايه. شريف لا يفضح الكذوب واللي ما صوتش عليه يديرو، شريف لا يفضح الكذوب واللي ما صوتش عليه يديرو، شريف لا يفضح الكذوب واللي ما صوتش عليه يديرو. انا الشرفاء جاني غير على البلاد وانا راجل ماشي ديك الناس لا طلع ماشي ولا عرفوني بيت كبيرة بالرابط الحجرة يقول دير بالشوبة ما يا مواطن اسمع اسمع اشرف ماشي طماع يا مواطن اسمع اسمع اشرف ماشي طماع يا مواطن اسمع اسمع اشرف ماشي طماع. كتشوف المجتمع الله يخليكم هل المسلمين اللي يجوا هنا واش يجي عندك من الدار؟ لا لو سمع عندك لو قال لو قال لك جاك الضو غالي جاك الماء غالي يقول له خليه ما يقول معه ما يسويش علينا هذا يما خليه ما يسوي يقول اشرف يا رفيق لازلنا على الطريق اشرف يا رفيق لازلنا على الطريق لا لا جاش لا بيبي اشرف حبيبي لا جاش لا بيبي اشرف حبيبي لا جاش لا بيبي اشرف حبيبي. انا سيدي عزولي على المنطقه عايش فيها وبنت فيها الداء ديال الشوم كامل كان باقي ما كاين القوس ولا الدراويش وفقراء الاثار ديالهم الناس بقى على بال باقي موجودين ولكن دخلوا شي ناس خطر شوشوا عليا في هذا الباب ما خلا والو لا 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 طبقوا بنا احنا ما لنا اللهم لا تبقى وارمان ونسيتونا برنا اشرف افضح افضح احنا جالسين حتى نصبح اشرف افضح افضح احنا جالسين حتى نصبح اشرف افضح افضح احنا جالسين حتى نصبح. الله يخليك كاين بعض اشوف نعم الشرف افضح عنده الحركه الديمقراطيه الاجتماعيه ما عنده رموز ما عنده النقل المدرسي ما عنده رجلو قواسيط يا بنده ولكن يعز يدريش كيقول مراه من الطوموبيلات كيقول انا عندي الجمعيه مصبرية اجي هيا ادخل معايا كاينه ما كاينش واه انتم تعرفوا انا اللي كان مراقبون البلاد مع السياسيين